لأن الله ربي سأمسح دمعي، لأن الله ربي سأنسى همي، لأن الله ربي سأصبر على جرحي، لأن الله ربي سأنتظر أمنيتي، لأن الله ربي لن أكون ذلك المتشائم الذي لا يعرف سوى الحزن في حياته، لأن الله ربي سأبحر في أمنياتي وسأحقق أحلامي، أحلامي تلك التي لا طالما قذفوها بالحجارة وآلمني قذف حجارتهم، لأن الله ربي سأبتسم وأخبرهم بأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، فالرزق بيده ولا أحد يستطيع منعي من رزقه، لأن الله ربي سأدعوه وأدعوه وأدعوه حتى يأتي يوم وأخبركم ما فعل الدعاء بي، لأن الله ربي لن أنحني سأقاوم هذه الحياة القاسية، لأن الله ربي سأجفف دمعي وأخبر نفسي بأنه لا شيء مستحيل، فقد قال في محكم كتابه: ادعوني أستجب لكم، فالأمنية ستتحقق والهم سيزول والجرح سيبرى والحلم سيبنى، لأن الله ربي سأصبر وأصبر وأصبر حتى يفك كربي ويبنى حلمي وتتحقق أمنياتي.